الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد انهيار أسعار البترول والمخاوف الأمنية من عودة نشاطات الجماعات الإرهابية في ظل الاستقرار الذي تعيشه بعض دول الجوار في قلب الحملة الانتخابية لمرشحي برلمان 4 مايو المقبل. قبل أسبوع من الحملة الانتخابية للتشريعيات، الأحزاب السياسية تفرج عن برامجها الانتخابية لجر المواطنين نحو صناديق الاقتراع، فبعيداً عن الخطاب التقليدي لأحزاب الموالاة التي تتغنى دوماً ببرنامج رئيس، التجمع الوطني الديمقراطي يرسم 5 محاور كبرى لكسب ثقة المواطن. يتكون من 5 محاور، المحور الأول هو الحفاظ على وحدة البلد واستقراره وأمنه، وجاء فيه على الخصوص احترام الدستور والقوانين، دعم مكافحة الإرهاب ويقظة المواطنين. المحور الثاني يتكون أو يضم يعني تحسين الحكامة بالنسبة لهذا الجانب، يعرض التجمع اقتراحات تهدف إلى تحسين الحكامة الإقليمية، الحكامة الاقتصادية، وترقية دولة القانون والحريات. في المحور الثالث من أجل تسريع الانتقال الاقتصادي. أما في المحور الرابع فهو العنوان تحت عنوان من أجل سياسة اجتماعية فعالة وعادلة وتضامنية. المحور الأخير وهو مسعى تضامني وتساهم تجاه الجالية الوطني بالخارج. بمنطق من قال أن المعارضة لا تحوز برنامجا انتخابيا ولا تملك البديل للخروج من الأزمة الاقتصادية، قطب الشيخ عبد الله جاب الله يستثمر هو الآخر في الظروف الاقتصادية والأمنية لولوج أكبر عدد من مرشحيه للبرلمان. وبرنامج انتخابي وضعهم جماعة من خبرائنا والمختصين، وحتى استنجدنا بخبراء من خارج الأحزاب، نراهن فعلا على أن نقدم بديلا يأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للبلد ووضعنا الاقتصادي خاصة ما تعلق بمداخيل المحروقات. من جهة أخرى أننا كلام حول المحافظة على وحدة البلد و محافظة على حدودنا وموقعنا الإقليمي المتميز. ثم بعد ذلك لدحض مقولة أن الأحزاب السياسية لا تملك برامج انتخابية، لا سيما بعد الانتقادات الكبيرة التي تواجهها الموالاة والمعارضة على حد سواء، سارعت الأحزاب السياسية لبلورة حلول لمشاكل المواطنين على أمل أن تقنع المواطن للحصول على صوته.